سلام انا رون مقطع جديد وقصه جديده صلوا على النبي يلا نبدا تقول صاحبه القصه في عام 2000 ولدت أختي كادي ومن يوم ما جات كادي على الدنيا وأمي وأبويا بس يتهاوشون ما قد مر عليهم يوم وهم جالسين سوا ويسولفون طبيعي كانوا يكرهون حياتهم سوا يكرهون أختي يشتمونها يضربونها دايم وفي عام 2005 أمي حملت فيني زعلوا بشكل ما حد يتخيله لدرجة أن أبويا زعل من أمي وسافر ستة شهور وأمي حاولت تنزلني أربع مرات لكن ما في فايدة ولدتني أمي وسمتني وتين وكانت تكرهني تربيت في بيئة كلها مشاكل العائليه كنت اسمع كلام يوجع بالنسبه لطفله تقول لي انت غلطه لو بيدي قتلتك انت واختك اكرهكم كلكم لكن كانت اختي كادي هي امي واختي وكل حياتي كانت جنبي وتحاول تنسيني كل شيء قاعد يحصل كانت تحاول تحميني منهم تحاول تسوي اي شيء عشاني وبعام 2009 قرروا امي وابويا ينفصلون عن بعض لكن كانت مشكلتهم احنا ما حد كان يبغانا كانت تقول امي أنا أبغى أتزوج وأعيش حياتي وأبويا كان يقول أنا أبغى أكرس حياتي لشغلي وما أبغى أحد يعيقني وأنتهى فيهم المطاف أنهم يحطونا عن جدتي أم أبويا طبعا جدتي كانت تكرهنا كره العمى توقعنا أن بنرتاح من مشاكل أمي وأبوي لكن عشنا أيام أسوأ مع جدتي كانت تحبسنا وتضربنا كل يوم كانت ماخذتنا كأننا خدامات ننظف ونسوي كل شيء في البيت مستوعبين أنه عمر كادي كان تسعة سنوات وأنا أربع سنوات من كثر ما كادي كانت حنونة علي وصلت لمرحلة أقول لها ماما لاني كنت احس معاها بحنان الام اللي فقدتها كنت اشوفها امي مو اختي وبعام 2011 وفي يوم من الايام الساعه 12 في الليل تي كانت تنظف المواعين وانا كنت العب حولها وكانت هي تغني لي ومبسوطه معاها وكنت اضحك من قلبي وادور حولها وبالغلط دقيت كاسة وطاحت وانكسرت أنا على طول بكيت وتخبيت ورا أختي وجات وقتها جدتي معصبة وقامت تصيح فينا وتضربنا وتحرقنا وتقول أنتم كسرتوا بيتي والله لا أكسر عظامكم وسحبتنا من شعورنا وطلعتنا برا البيت طبعا جدتي كانت عايشة بعمارة والعمارة هذه الشقق اللي فيها أعمامي موجودين نزل واحد من عمامي على صوت بكى وقال إيش فيكم وقلنا له إيش صار قام ودق على أبويا وقال له السالفة كلها قال أنا مشغول ماني فاضل دلع البنات وعمتي دقت على امي ما كانت ترد عليها قام عمي اخذنا لبيتها وقال تعالوا ناموا عند الليله وان شاء الله الصباح نشوف حل نمت هذاك اليوم بحضن اختي كادي وانا ارجف من الالم جسمي كان يعورني قمنا ثاني يوم لبستنا عمتي ملابس وقالت يلا بنروح مشوار ورحنا المحكمه قام عمي قال كل السالفه للقاضي طبعا دقوا على امي وابوي وجو وبدوا يتفاهمون وكل واحد يطلع عذر سخيف بس عشان ما ياخذنا عنده وبوسط النقاش قال أبوي انا عندي حل رح يعجب الكل قال للقاضي تفضل ايش عندك قول قال انا اخذهم اسبوع وامهم اسبوع واذا وصلت بنتي الصغيره للسن اللي تحدد فيه تبغى مع مين تعيش وقتها هم يقررون فن يبغون يعيشون قال القاضي طيب في حال اذا ما يبغون يعيشون عند ولا واحد منكم لازم يكون في حل ثالث قال ابويا مو مشكله انا مستعد اني اشتري لهم شقه يعني اذا كانوا يبغون يعيشون لحالهم قالوا تم طبعا لما كنا نروح إيه. اسبوع عند امي واسبوع عند ابويا كل واحد فيهم يكرهنا في العيشه معاه عشان اذا كبرنا ما نختارهم أيوة هذه الدرجة هذه الدرجة كانوا يكرهونا مرت علينا أيام صعبة كثير وأيام متعبة لكن كلها تخطيناها والحمد لله بفضل الله ثم فضل أختي كادي أختي كادي كانت حنونة حنونة مرة الدرجة ما حد يستوعبها تنازل عن أشياء كثير عشاني كانت تسوي لي أي شيء بس عشان تشوفني أضحك كانت تضحي بأشياء كثير عشاني كانت تقول لي أنت بنتي وحبيبتي وأختي مرت الأيام وصلت للسن اللي صار لازم نقرر فيه مع مين نعيش وقت القرار كنت استشير اختي استشيرها بكل شيء ما ابغى اسوي شيء بدون ما تكون هي راضيه بالاخير اتفقنا ان نعيش لحالنا خلاص تعبنا من المشاكل جال اليوم اللي رحنا فيه عشان نكمل ملف القضية ونقفله خلاص وقلنا للقاضي خلاص قررنا طبعا أبويا كان عارف إن إحنا بنختار إن نعيش لحالنا وقدوا اختار شقة لنا أصلا قال القاضي أنت موافق إن بناتك يعيشون لحالهم قال أبويا طبعا موافق وسأل أمي نفس السؤال وردت بأنه ما يهموني رجع سأل أبويا كم راتبك قال المبلغ الفلاني ليش قال القاضي أنت ما فكرت يعني من راح يصرف عليهم لما اقترحت علينا هذا الاقتراح قال له لما لي شغل فيهم قال لا يا حبيبي راح يروح مبلغ كذا لبناتك ومبلغ مبلغ جامد صراحه قال ابوي لا طبعا مستحيل قال خلاص جل يعيشون عندك طبعا ابوي وقتها انهار بس خلاص ما صار يفيده شيء استلمنا مفتاح الشقه والفلوس صارت تنزل في حساباتنا واففنا بيتنا الصغير وصار كل شهر ينزل في حسابنا مبلغ وقدره كنا نجمع نصه ونخلي نصه نعيش منه والحمد لله من تجميعنا للفلوس أختي أشترت سيارة وتعرفنا على صديقات يسوون الدنيا وما فيها صاروا هم أهلنا وعشنا حياة ما توقعنا أن بنعيشها أتمنى تدعوا لنا دايم انتهت القصة